بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبنائي طلاب الصف الخامس من الابتدائي لمدارس دار الثقافة الأهلية، أهلا ومرحبا بكم من جديد، ومعلمكم أستاذ هاني خطاب لنشرح سويا درسي التوكيد واستراتيجية القراءة المتعمقة. ابني الطالب، في هذا الدرس أولا التوكيد أطلب منك التركيز قليلا ونفهم أولا معنى التوكيد. التوكيد هي كلمة تأتي لتأكيد المعنى في نفس السامع، بمعنى أن سأتيك بكلمة إضافية لتأكيد المعنى في ذهنك، وهذه الكلمة لابد أن يكون بها ضمير يعود على المؤكد، الشيء أنت تأكده أو الشخص أنت تأكد عليه يكون فيها ضمير. انتبه معي، إذا ما كان فيها ضمير فلا تحسب توكيد. ثالثا، ستدرس فقط التوكيد، ستدرس فقط في هذا الدرس التوكيد بكل وجميع، وهاتان الكلمتان تفيدان الإحاطة والشمول. هذا مبدئيا، بداية قبل أن نبدأ في الدرس لابد أن تعرف ما معنى التوكيد، ولابد أن تعرف أن التوكيد لابد أن يأتي به ضمير يعود على المؤكد، وهذا الضمير اللي هو مثلا ضمير المخاطب، ضمير الغائب يعود على المؤكد مثل الهاء أو الكاف. وتعرف أن كل وجميع تفيد الإحاطة والشمول، لأن هناك كلمات أخرى تستخدم للتوكيد مثل نفس وعين وكافة، لكن لا تدرسها هذه السنة هذا العام. وهناك أيضا هناك توكيد يسمى توكيد لفظي أو تكرار اللفظ، وأيضا لا تدرسه هذا الدرس، إن هذا الدرس خاص بدراسة التوكيد بكل وجميع. طيب، نبدأ الدرس. يريد منك أن تصوغك عبارات على غرار النموذج المعطى. مثال مثلا، يتصف المخترعون كلهم بقوة الإرادة. لاحظ معي كلمة كلهم، اتفقنا أننا سنستخدم كل وجميع. فأول شيء تبحث عن كلمة كل وجميع ويكون فيها ضمير. كلمة كلهم جاءت بعد المخترعون، يتصف المخترعون كلهم بقوة الإرادة. وأيضا من ميزات التوكيد أن هذه الكلمة ممكن أن تحذف ولا تغير المعنى، بمعنى إذا قلت يتصف المخترعون بقوة الإرادة ثبت المعنى، وصل المعنى، ولكن هو يريد بهذه الكلمة، كلمة كلهم، أن يؤكد لك المعنى أن المخترعون كلهم حضروا أو يتصفوا بقوة الإرادة. تمام، يتصف المخترعون كلهم بقوة الإرادة. لاحظ معي كلمة كلهم جاءت بعد المخترعون، والمخترعون جمع، فطبعا إيه، جاء التوكيد بكلهم، بكلمة كلهم. أيضا يتصف المخترعون جميعهم بقوة الإرادة، نفس الكلمة. العلم أن كلمة كل وجميع ليس هناك فرق بينهما في الاستخدام، تستطيع أن تستخدم كل وجميع، أهم شيء يكون فيها ضمير فقط، يعني يجوز لك أن تستخدم أي منهم. ننتقل إلى التدريب. تمتاز المخترعات المنزلية بسهولة. آتي بكلمة كل وبها ضمير لتؤكد أن كلمة المخترعات، سأقول كأني أسمعك تقول نعم نعم. تمتاز المخترعات المنزلية كلها، ملاحظ معي كلمة كلها اللام عليها شدة وضمة، لأن كلمة المخترعات اللي هي الكلمة المؤكدة عليها ضمة، لأن المخترعات هنا فاعل، تمتاز فعل، والمخترعات فاعل، والفاعل يكون مرفوع كما درسنا، الفاعل دائما مرفوع، مرفوع بالضمة. إذا كلمة كلها جاءت كل اللام عليها ضمة لأنها تابع للمؤكد. ننتقل إلى التدريب الآخر. تمتاز المخترعات المنزلية، نفس الكلمة، أقول جميعها، ما تفرق كثير في كلمة كل وجميع، ولكن ويريد أن يدربك أن كلمة كل وجميع يجوز أن تستخدم للتوكيد.
تمتاز المخترعات المنزلية جميعها. لاحظ أيضا العين عليها ضمة لأنها تابعة لكلمة المخترعات التي عليها ضمة وهي واقع فاعل. أنتقل إلى التدريب الذي بعد. أشجار الحديقة، ها أسمع، أشجار الحديقة، ها من قال؟ نعم كلها ولا كلها؟ ها من يقول أشجار الحديقة كلها أم كلها؟ أسمع النجباء الأذكياء يقولون كلها، لأنها أن المؤكد هو أشجار. نعم كلها مثمرة. أشجار الحديقة نفس الكلام، هنستخدم كلمة جميع، أقول أحسن جميعها مثمرة. أما هنا في الفراغ يريد أن منك أن تأتي بمثال من عندك. قل أي مثال الآن، أنا لا تنتظرني أن أنزل بالجملة. قل أنت أي مثال من رأسك الآن في نفسك، وتأكد أن كلمة كل أو جميع فيها ضمير يعود للمؤكد كما فعلنا منذ قليل. قل أنت أي جملة من عندك في أزام، مثلا أشجار الحديقة كلها مثمرة، هذا مثال عندك قدامك وفوق ثلاث أمثلة في الجدول. أنت آتي بمثال من عندك أنت. نعم أنا أقول مثلا أكلت الفاكهة كلها، ما شاء الله ما خلي شيء، أكلت الفاكهة كلها. أو مثال آخر، يهتم المعلم بطلابه جميعهم، بطلابه جميعهم بحرف جر، طلابه اسم مجرور، لذلك جئنا بكلمة جميع مكسورة العين لأنها تتبع المؤكد اللي هو طلابه بحرف جر وطلابه اسم مجرور، فجاءت كلمة جميع مجرورة مثلها جميعهم. أو أقول في المثال في الجدول أيضا، أستطيع أن أقول أكلت الفاكهة جميعها، لك الإيه الاختيار. اثنان، أضع في الفراغ مما يأتي الكلمة المناسبة كلها أو جميعها. نشوف، حفظت السورة، حفظت السورة، أنا هأكد إيه؟ ماذا أؤكد الآن؟ أؤكد السورة، نعم، أقول كلها أو جميعها. غسلت الفواكه جميعها قبل إعداد مائدة الطعام. ثلاثة، أستخدم أسلوب التوكيد بكل أو جميع للتعبير عن. الآن يأتي لك بجملة وأنت تعدل في هذه الجملة وتكون منها جملة بها توكيد. مثلا كراهية الأخلاق السيئة عند الناس، أعطاك جملة وأنت تصرف فيها، حط لها توكيد، كراهية الأخلاق السيئة عند الناس. نريد أن نأتي بكلمة كل أو جميع ونضعها في هذه الجملة ونركز أولا على ماذا نؤكد، ما الاسم الذي يأتي لنؤكده. كراهية الأخلاق السيئة عند الناس هتأكد على إيه؟ الأخلاق السيئة. ممكن أن أقول الأخلاق السيئة كلها مكروهة عند الناس، أو أكره الأخلاق السيئة كلها كما يحلو لك. الأخلاق السيئة كلها مكروهة عند الناس. براعة المهندسين في تصميم المبنى، أؤكد على ماذا تؤكد؟ هتأكد على إيه؟ المهندسين ولا المبنى؟ حدد أولا الكلمة التي تريد أن تؤكدها. المهندسين، طيب تفضل قل المهندسون جميعهم، أكمل. أحسنت المهندسون جميعهم بارعون في تصميم المباني أو المبنى. جمال اللوحات الفنية في المعرض، وتقال المعرض وليس معرض، يريد أن ننبه أبنائي الطلاب أن كلمة معرض وليست معرض، ستدرسها إن شاء الله في اسمي الزمان والمكان لتعرف لماذا قلنا معرض وليس معرض. المهم، جمال اللوحات الفنية في المعرض،
على ماذا تريد أن تؤكد؟ ما الكلمة تريد أن تؤكدها؟ اللوحات الفنية، تفضل قل. اللوحات الفنية المعروضة جميعها جميلة، أو أقول أحببت اللوحات الفنية كلها في المعرض. تمام، إذا هذا الدرس أبنائي هو درس مبسط عن التوكيد، ولكن إن شاء الله ستدرسه بتوسع وشمولية أكثر من ذلك، وإن شاء الله هو سهل وبسيط بإذن الله، هو درس من التوابع التي تدرس في القواعد النحوي. أتمنى وأرجو أن تكون فهمتم الدرس، وأي استفسار إن شاء الله يكون على الخاص. ننتقل إلى الدرس الآخر. هذا ليس للشرح، ولكن هذا للواجب إن شاء الله. أبحث عن واحد مما يأتي وأضمنه ملف تعلمي. معلومات مبسطة عن جمعية أصدقاء الكفيف أو عباقرة فقدوا نعمة البصر وكانوا مبدعين في مجال أعمالهم، أو ما أراه من آثار التقنية النافعة في الأماكن الآتية: المنزل، المدرسة، الطريق، المستشفى. لا أريد أن أذكر عليك، اكتب عن أحد هذه الموضوعات فيما لا يزيد عن صفحتين وأرسلهم في الواجب إن شاء الله. معنا الآن درس الاستراتيجية القرائية. خطوات القراءة المتعمقة، وكلمة متعمقة توحي بماذا؟ عندما سمعت كلمة متعمقة ما الذي تبادر إلى ذهنك؟ المتعمقة أي أنك ستتعمق في الدرس لتخرج منه كل المفاهيم وكل المضامين وكل المعلومات وكل المفردات ومعانيها وأضدادها. يعني إذا أنت مطلوب منك أن تحلل النص كاملا مع فهمه، إذا كنت تستخدم القراءة المتعمقة وليست السطحية، عكسها القراءة السطحية. لكن هذه القراءة المتعمقة لها خطوات. أقرأ النص الواحد في كم خطوة؟ الذكي يعرف. ها، انتبه إلى كلمة على العمود على اليمين. أستطلع واحد، أسأل اثنين، أقرأ ثلاثة، أستذكر أربعة، أراجع خمسة. إذا هم كم خطوة؟ خمس خطوات. أقرأ الفقرات لتحديد لكل منها. أنا بقرأ الفقرة ليه؟ أنت بتقرأ الفقرة ليه؟ هتحط إيه فوق؟ حط إيه فوق على الفقرة؟ الفكرة فوق. الفكرة الرئيسة أو عنوان. أحسنت. ودونها في الهامش. دون الأفكار كلها في الهامش بعد ما تقرأ الفقرات وتحط الفكرة الرئيسة. حط العناوين اللي طلعتها هذه او الافكار الرئيسه، حطها في الهامش عشان تفهم الدرس كمجمل او الموضوع كمجمل كاجمالي من خلال الافكار انت هتحطها في اليمين، هتعرف الدرس بيتكلم عن ايه. هذا الاستطلاع، بنتكلم عن الاستطلاع. استطلع بمعنى اقرا الفكرات لتحديد الفكره الرئيسه، استطلاع فقط. هقرا الفكرات، اول شيء هعمله استطلاع، هقرا الفكرات وأحدد الفكرة الرئيسة في كل فكرة وأدونها في الهامش. هذا الخطوة الأولى، أستطلع. الخطوة الثانية، أسأل. أنت حطيت فكرة للنص، بكل سهولة هتجيب سؤال على هذه الفكرة. خلاص؟ هتحط سؤال على الفكرة أنت جبتها. أسأل، الخطوة الثانية. أكتب السؤال على الهامش أو على ورقة خارجية. الخطوة الثالثة، أقرأ النص بتركيز وانتباه للبحث عن لأسئلتي. واضح الكلمة، أبحث عن إيه لأسئلتي؟ أنا سألت، أنا حطيت أسئلة. بعد ما جبت العناوين أو الأفكار أو الفكر الرئيسة حطيت سؤال لكل فكرة. طب أنا أريد أن إجابات هذه الأسئلة. إذا الخطوة الثالثة، أقرأ النص بتركيز وانتباه للبحث عن إجابات لأسئلتي التي طرحتها. فراغ أسئلتي بناء على نتائج القراءة. نعم، تفضل.
أحسنت أحسنت. أعدل أعدل أسئلتي بناء على نتائج القراءة. أنا قرأت، ممكن أعدل في الأسئلة، ممكن يكون فيها أخطاء، أعدل في الأسئلة أو الصياغة نفسها أو صياغة السؤال. بدل ما أسأل بمتى أسأل كيف أو كيف أسأل بما، يعني هتعدل في السؤال، صيغة السؤال. الخطوة الرابعة بعد أن قرأت بتركيز وانتباه ووجدت إجابات لأسئلتي، أستذكر أغلق الكتاب تماما ثم أجيب من إيه عن أسئلتي بعد تنقيحها. أجيب عن إيه؟ منين؟ مش من لا مو كتاب، هتفتح كتاب تاني؟ لا ما تفتح كتاب، لا لا لا، من ذاكرتي، أجيب من ذاكرتي عن أسئلتي بعد تنقيحها. الخطوة الأخيرة هي أراجع إجابتي وأقارنها. هتقارنها بإيه؟ هتقارن إجابتك منين؟ إيه؟ حتى تتأكد أنها صحيحة ووافية. من أين تتأكد أنها إجابة صحيحة ووافية؟ نعم نعم، بالنص، كتاب الموضوع اللي أنت قرأته، أرجع له تاني وتأكد أن إجابتك صحيحة. هذه يا أحبابي خطوات القراءة المتعمقة الخمس، أتمنى وأرجو من الله أن تكون وصلت إلى أذهانكم وفهمتموها أحبابي الكرام. إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية الحصة، أتمنى أرجو من الله أن توفقوا في أموركم جميعها في حياتكم. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم، على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله.